طيب حد يقول لي يا شباب، ايه كان افضل تريد النهاردة للشراء؟ اللي هي الكاد ين. ليه؟ لانه مفيش اي علامة خالص على اي حاجة باي الا الكاد ين اهو، هنا هو. ماشي، خلينا نشوف الكاد. ادي الشارت بتاع الكاد ين، ابتدينا من هنا هوت وانتهينا هنا. من اول اليوم لاخر اليوم كان الماركت ميكر داخلين شراء، فهي دي اللي بنركز عليها طول اليوم. فانت ممكن زي ما قلت لك اي نزلة 3 شمعات او 4 شمعات تشتريها وتبيع، تشتريها وتبيع، اي 3 شمعات تشتريها وتبيع، تشتريها وتبيع، تشتريها وتبيع، تشتريها وتبيع. لو دخلت وانت مغمض وسبت التريدة لغاية نهاية اليوم، طول ما هي ديت خضرة هتنتهي هنا اهو. انت شايف من اول اليوم لغاية اخر اليوم خلاص، و45 نقطة استريت. طيب لو حد بيدور على بيع، هندخل في ايه؟ في اليورو كاد. اليورو كاد اهو زي ما انت شايف، يبقى اي طلعة هنبيعها، او لو عايز تريح نفسك اول ما يفتح السوق تروح عامل بيع وسايبها، تنتهي ب81 نقطة على نهاية اليوم، بتقفل كده. ينفع وكده ينفع. لو عايز تدخل وتطلع كذا مرة، اي طلعة تعمل لها بيع، اي طلعة تعمل لها بيع. لو عايز تريح دماغك وتعمل سيل اول ما تشوف العلامة دي ظهرت، تعمل سيل وتفضل قاعد فيها وقت ما تزهق من التريدات، ايه، تقفل. ماشي. طيب احنا دلوقتي في اسيا، هنشوف ايه اللي موجود.